ارحل يا مدير، هذه هي العبارة التي رددها عشرات من عمال مؤسسة الغرف الصحراوية في عين مليلة بولاية أم البواقي خلال احتجاجهم أمام مقر المؤسسة، رافضين العمل حتى يعاد النظر في انشغالاتهم. نتأسف يعني على السياسة هذه اللي يمشي بها المدير المؤسسة هذه، سياسة التعسف والتهميش والاضطهاد، وكذلك يعني سياسة اخذ قرارات لا تخدم هذه المؤسسة تماما. عمال يطالبون برحيل المدير العام، لا نريد أن يحطم هذه المؤسسة بأساليبه وأكاذيبه واختلاساته وكل شيء. مازال لنا العام مسكين يتقاضى 16,000 دينار جزائري، 16,000 دينار جزائري، وكيقولنا لا 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 للحجرة لا للتهميش، نحن لبريم. وبحسب أصداء العمال فإن مدير المؤسسة يعاملهم بالتهميش والتعسف، رافضا فتح باب الحوار مع ممثل الفرع النقابي. ولحد اليوم رانا نطالبوا بالحوار، لكن يا للأسف الإدارة غلقت الأبواب، لقينا الأبواب موصدة في وجونا. اليوم لجأنا للعمال، ما هو المطلب نتاع العمال؟ فإذا به العمال هزوا قرار ومطلب عمالي يطلبون الرحيل للسيد رئيس المدير العام، لأن القرارات الانفرادية اللي راهو يديها وسوء التسيير، يعني حتى سوء التسيير. يبقى مصير مؤسسة الغرف الصحراوية مجهولا، وتبقى معه انشغالات العمال عالقة، خاصة وأن المدير رفض الإدلاء بأي تصريح للقناة.